كيف تيما شو اخبارك حبيبتي؟ كيف انتي؟ ان شاء الله مبسوطه. كيف اخوي والاولاد؟ هي نفسي ابوس ايدك يما حبيبتي. يما حبيبتي لا روحي الحمد لله. بس نشوفك يما. شوف امي ختياره هيها من الجال الثاني، اذا بصير لها اي اشي لا سمح الله بلحقش اشوفها، يعني في حالة حصل لها اي مكروه لا سمح الله يمكن بلحقش فيها روح اللي اتكلم معها اللي ابوسها اللي تسامحني ترضى علي. يعني شو بدي احكي لك؟ صعب.